البارحة ما لعبت يا الهلال، ما لعبت يا الهلال، أنا بعمل ناس بتحمي فيها تفسير الجدول عليه مش عاملة كان كل واحد يعبر على رأي يصير فيه هكا في بلاده، في بلاده اللي مات على خاطرها رشاد. أنا حاجة برك نطلبها من الداخلية، ما تدري فديت أنا أسكن في بوشانة عندي 3 شهور ما روحش الدار، محروم ما نشوفش دار. علاش؟ خاطرني اعتصم، خاطرني قلت للرموز الفساد لا خويا اقتلوني، انا موجوع اقتلوني، ما تخلونيش نتعذب هاك. يا الشعب فيك، يا الشعب فيك، يا الشعب يا بلاد.